أما الآن مع فقرة التواصل الاجتماعي والزميلة خديجة حسن. أهلا بكم، جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم. نبدأها بتغريدة من حساب وزارة الصحة ووقاية المجتمع: مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة ينظم حملة للتبرع بالدم في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 من ديسمبر. وفي تغريدة تالية من حساب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وفيها: يدعوكم للمشاركة في المسيرات البحرية التي ستنطلق يوم الخميس بمدينة دبل حصن ويوم الجمعة في مدينة كلباء الواحدة ظهرا. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي للإنستغرام، وفيه اخترنا لكم من حساب الشارقة للأخبار هذه الصورة: حسين الجسمي يحيي أوبريت حكاية وطن في 2 ديسمبر المقبل بجزيرة العلم. وصورة أخرى من حساب مكتبات الشارقة: مكتبة دبل حصن تنظم دورة تدريبية بعنوان التعلم باستخدام الألعاب التدريبية يومي السابع والثامن من ديسمبر ضمن برنامج الثقافي لشهر ديسمبر 2016. أما في الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة: لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوي الخفيفة تعمم على القيادات العامة للشرطة في الدولة بضرورة تفعيل دورة تحريات لرصد مخالفتهم وإلزام محلات البيع لتسجيل بيانات المشتري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني. مشاهدينا، بقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميل. تزامن